مكافحة التعرض ومكافحة الفساد ملوش إلا وسيلة واحدة بس، هو تبادل المعلومات. وبالتالي لابد من أن يكون هناك داتابيز، سواء كانت الداتابيز دي يتم إعدادها بمعرفة المصلحة من خلال التنسيق مع المصالح الإرادية المختلفة، أو داتابيز مع مؤسسات أخرى أو كيانات أخرى. ويمكن كان على سبيل المثال أنا بدأت مشروع فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية على سبيل المثال. هناك مكاتب الشهر العقاري مكاتب مميكنة، واحنا التصرفات العقاريه خاضعه للضريبه. اذا تم تبادل المعلومات ده هيوفر ان انا اقول مامور ضرائب ينزل يطلع ويشوف سجلات يروح ويجي، وممكن تكون الامور يعني يحاسب ده وما يحاسبش ده. لكن لما الداتا توصلني وانا قاعد هنا اعتقد ان المساله مختلفه. وبالتالي لابد من التركيز على الاداره الضريبيه ككيان من كل النواحي، لان زي ما انا قلت يمكن الانفاق على الاداره الضريبيه له معدل نمو اعلى من النفقة اللي هتتحملها الموازنة العامة، واللي بالتأكيد هتكون في عجز الموازنة.